احنا في اطار عمل لجنه حفظ الذاكره الوطنيه قررنا انه نرصد نشاط بالشراكه مع منتدى الشباب في سفاقس، وقررنا انه نقوم بندوه عمليه هي تتمثل في حفظ الذاكره والتنميه المحليه. احنا اليوم نحبوا نعطيو التاريخ الواقعي، التاريخ اللي عشناه مش بتاع البلاد، باش نغيروا بيه ونوصفوا هكا التاريخ القديم هذاك ونظهروا الاخطاء نتاعو ونعطيو التاريخ الصحيح. لاعلامكم احنا في صفاقس عندنا حوالي الان 5000 ساعه تسجيل للشهادات والافادات اللي قدموها اصحاب الملفات. هذا راهو شويه لانه نعرف الناس كل اللي جهه صفاقس هي اكثر جهه فيها عدد الضحايا، حوالي 30% من الضحايا نتاع النظام من 55 الى 2013 حوالي 30% منهم في صفاقس. نحكيو على المنطقه الضحيه هي خصوصيه العداله الانتقاليه، نعرف قبل انها مع ظهور الاتجاهات المعارضه من تاريخ تونس المعاصر تظهر نشطاء حقوق الانسان. من ظهور نشطاء حقوق الانسان تم تدوين انتهاكات حقوق الانسان وجريمه الدوله ضد افرادها وضد مجتمعاتها وضد مناطقها. احنا اليوم مش نحكيو على الملفات الفرديه، لكن مش نحكيو على المنطقه الضحيه. ما احناش مش نحكي نقتصروا على الماضي، قول الهيئه علاش تحكي كان على الماضي كهو، هو الحاضر نتيجه لتراكمات الماضي. وانه مشكلتنا كما قلت من بكري ما تمش تدوين هالانتهاكات هذه للقطع مع ماضي انتهاكات حقوق الانسان. احنا باش نفكوا منظومه الفساد، كيفاش تتفكك منظومه الفساد؟ بالكشف الحقيقه ورد الاعتبار والاعتراف. احنا اليوم نحكيو على مناطق، هناك مناطق شاركت في استقلال البلاد التونسيه لم يتم الاعتراف بها في تاريخنا. هناك مناطق شاركت في حركات احتجاجية وطالبت بحقوقها، بل بالعكس تم انتهاكها. وأبعد من هكا أنها كانت طالبة بحقوقها تتعرض لانتهاكات مستمرة. نحن قابلنا مجموعة من الشباب ووقعت العديد من النقاشات، نقاشات ثرية، لأنه أنتم تعرفوا أنه نحن زاد في صفاقس حبينا نخرجوا من الهيئه وننفتحوا على الجميع، يعني في لقاء مباشر وانفتحنا على شباب جهه صفاقس اللي يعتبر انه هذه المواضيع تهمهم، واللي يعتبر ايضا بالرغم من الاختلافات اللي توقع انه هذه نقاشات مبنيه على نضج موضوعي ينجم يخدم المصلحه العامه نتاعنا. نحن قابلنا الشباب، الشباب هذايا وقت قابلناه ليس مقابلة معناتها من أجل الحديث فقط على الانتهاكات أو الحديث فقط على الضحايا. نحن حكينا لهم في جزء أول على الضحايا والانتهاكات اللي صارت، وفي جزء ثاني أيضا قررنا مع بعض الشباب أنه مش نخلقوا ميثاق تحت عنوان لنتذكر ما حدث.